إن شاء الله في الدورة الرابعة المهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية 2016 واللي هيعقد في الفترة من 9 احنا موجودين كلجنة تحكيم من 29 بس المهرجان من 30 لغاية 5 في مدينة الأقصر. وأرجو إن كل اللي يسمعنا يحاول يجي لأنه حاجة عظيمة جدا. ليه حاجة عظيمة؟ لأن هنشوف السينما الإيطالية السنة دي بشكل مكثف قوي. تاريخ السينما الإيطالية موجود معنا وعندنا سينما أوروبية وعندنا ورش تصوير سينمائي للدكتور سعيد شيمي وأنا حامل ورش التمثيل بجوار شغلي في لجنة التحكيم السنة دي إن شاء الله. مسؤولية كبيرة قوي وهتبقى يعني حاجة ضخمة بالنسبة لي. وتاريخ المهرجان ده تاريخ فز، تاريخ بيسموه إيه؟ رقم ذهبي، لانه 30 يناير هو بدايه اجازه نص السنه، اول يوم في اجازه السنه، فهيبقى في اقبال من الجماهير جيد جدا لمشاهده النجوم بتوع المهرجان والناس اللي في المهرجان. واعتقد انه فنانه زي سميحه ايوب شفتها انها مصره انها تحضر المهرجان ده، ده معناه هي طبعا بتحضر كل المهرجانات، هي مصره انها تحضر، ده هيكون اضافه للمهرجان. المفروض هو من دوره لدوره طبعا في كل مهرجان يبقى في حشد من الفنانين اللي بيدعموا المهرجان ويبقوا متواجدين للمحاضرات لالقاء الكلمات بالاجنبي لحضور واداره بعض الندوات للمشاركه. يعني ده مهرجاننا مش فده طبيعي اني انا اكون موجوده في مهرجان الاقصر، والله شيء مشرف. هو دايما في مشاركات لبنانيه كتير بس دي اول مره الاردني بيوصل للمرحله دي. بس هو بص يعني انا اتفرجت عليه الفيلم قوي جدا، وطبعا عشان يوافقوا يدخلوه في المسابقه ان كان هو ولا سلام لك يا مريم في مواصفات تقنيه، مواصفات معينه بتطلبها الاداره، كل المواصفات دي موجوده على مستوى فعلا عالمي. يا ريت يعني احنا من ايام يوسف شاهين ما عدناش نسمع انه حد خد جايزه او تكريم. اختيار الاقصر لمكان للمهرجان يعني اختيار عبقري، لان الاقصر دي مدينه ما لهاش مثيل في العالم ابدا، يعني حتى لو قلنا اتينا والبارثنون او ما فيش حاجه زي الاقصر ابدا. وانا طول عمري مغرمه بتاريخ مصر القديم وخصوصا بمدينه الاقصر، لان تملك تلت تراث القديم العالمي. كنت اتمنى ان كل مصري ياخد ابنه وبنته يوريهم عظمه مصر القديمة. أنا مبسوطة إن أولاً عروس النيل طبعاً هيبين الأقصر والمشاهد الجميلة اللي هناك، وإن إحنا مهتمين بالتراث بتاعنا، ومبسوطة جداً بضرب الشحاتين لأنه دور كان مختلف جداً وكان في نوع من التحدي، وكان الأستاذ إحسان عبد الدوس بيشجعني ان انا اعمل الادوار اللي تختلف زي هي والرجال خادمه وضرب الشحاتين، قال لي مفيش غير شحاته بقى فاضله، وغرام الاسياد طبعا فيلم استاذ يوسف السباعي، كتابه الاستاذ يوسف السباعي، وفي ابطال امجاد يعني عمر الشريف واحمد مظهر وحسين رياض، ويعني الحقيقه مجموعه عظيمه جدا.